المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب في طريقه لإعادة ترتيب أوراقه وإطلاق حملته الانتخابية على أسس جديدة مغايرة في ظل تقدم منافسته هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي الأخيرة. ترامب يسعى لكسب أصوات المواطنين الأمريكيين من الأصول الإفريقية الذين وعدهم بتحسين وضعهم المعيشي في حال تولى رئاسة البلاد. ترامب قال خلال تجمع في فيرجينيا: الحزب الجمهوري وحزب أبراهام لينكولن، وأريد أن يكون حزبنا بمثابة منزل للناخبين الأفارقة الأمريكيين مرة أخرى. للإشارة، الشركة التي يملكها الملياردير مدينة بمبلغ 650 مليون دولار، أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات العامة التي أعلنتها حملته للرئاسة، إضافة إلى أن قسما كبيرا من ثروته محجوز في ثلاث شركات تدين بنحو ملياري دولار.